السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض طيارة ورقية بتطير مسافة 10 متر. وعبد الله هيوريكم دلوقتي اللي هيحصل. هنعمل ايه؟ يلا، أول خطوة هنعمل قرطاس من الورق زي هذا الشكل، زي الشكل ده بالظبط كده، مسنن من الأول، مسنن. وعلينا تاني حاجة، هنطبق الورقة بشكل مستقيم وهكذا. نطبق الورقة بشكل مستقيم ونتنيها، نتنيها كده. لاحظوا هذا الشكل معي. بعدين نثنيها من الناحية، من الناحية دي كده، والناحية التانية كذلك. ثم هكذا. رينا بقى عبد الله ماذا تطير، كيف تطير هكذا. واو، انها بعيدة. شكرا.